بتعرفي إنه نحن رح نقضي سوا وقت حلو بهي السفرة؟ ورح نكون كتير مبسوطين. إيه أكيد رح كون مبسوطة، لأنك رح تكون معي حبيبي حسن. معك لحالك أسبوع كامل بباريس، رحلة لوحدنا أنا وأنت، بعيد عن كل العالم. هالشي أبداً ما كنت أحلم فيه. جيب لك فنجان قهوة؟ قهوتك سادة بدون سكر. الشجار الذي وقع بين الطرفين استطاعت الشرطة إيقافه، وكان 19 و18 عاماً، وتم القبض عليهم. يا حرام هالمساكين، أبصر شو راح يصير فيهم. لشو يعملوا هالمشاكل؟ طلع عليهم والله لساتهم صغار. بس الحق مو عليهم، الحق على أهليهم اللي ربوهم. وازداد عدد المهربين في الصمت. حياتي ما لقيت إلا كاسات إزاز، مندبر حالنا بهدول. ماشي؟ مسكر تليفونه، مسكر تليفون. مين؟ كرم. اتصلت بكرم وتليفونه مسكر، شفته هلأ بالتلفزيون. مبارح بعد المباراة صارت خناقة والشرطة مسكوا الشباب كلهم، وكرم كان من بيناتهم. لازم نروح لعنده فورا. دقيقة، كرم هلأ مو عند سته؟ عم قلك كان بين الشباب وشفته بعيوني، طلع على التلفزيون. تفضل سيد حسان، بطاقاتكم جاهزة. شكرا كتير. العفو حبيبتي، بطاقاتنا جاهزة. بطاقات شو حسان؟ يمكن الولد صاير له شي، نحنا لازم نروح نشوفه بسرعة. يا عمري تعرفي انه ما فينا نرجع البطاقات. مو معقول انا بهالوضع وانت عم تفكر تروح؟ عن جد انت مو معقول. حياتي عم تقولي انك شفتيه على التلفزيون، يعني بلكي كنتي مشبهة عليه صح؟ رجاء لو سمحتي لا تنزعي شهر عسلنا. عم قلك شفته بعيوني، وهلأ مو وقت شهر العسل تبعك. شوف حسان، لا تحطني بموقف اضطر اختار بينك وبين ولادي. انت اللي رح تكون خسران. انا بدي روح. حسان عرف انه احلامه بشهر العسل الخاص فيهن انتهت، ولما بتكون حياة مرته الجديدة صعبة بيكون شهر العسل شبه مستحيل. ما كان لازم نيجي لحالنا، لو جبنا محامي معنا. نيرمين إذا بدك بروح بجيب المحامي تبعي، بعدين اهدي شوي، ما منعرف لسه إذا كان الولد جوا ولا لا. يلا حسن يلا. يا خانم صار لي ساعة عم فهمك، ما في عنا هيك اسم بالسجلات، أنا دورت كتير منيح. بس عم قلك أنا شفته لابني بالتلفزيون. حسن ما تحكي لك شي كلمة. شو بدي أحكي نيرمين؟ أنت سمعت كلامه، ما نهون. يا خانم ابنك ما توقف عنا، يعني بيكون مع رفقاته. ما بتعرفي الشباب بهالعمر؟ قرب لشوف. وهلأ من بعد إذنكم أنا عندي شغل كتير ومضطر أترككم. يلا حبيبتي خلينا نمشي، لازم تنبسطي هلأ لأنه كرم ما طلع عندهم. طيب وين بده يكون هالولد؟ جواد حبيبي كيف ما بتعرف؟ أنت وكرم كنتوا كل يوم تحكوا سوا على التليفون. بالله جد؟ ليش تخانقتوا ابني؟ فهمت. ماشي جواد، إذا وصلك أي خبر عن ابني خبرني، اتصل فيني فورا. شكرا كتير يا روحي. مانو عنده وما حدا بيعرف وينه، رح يجنني هالصبي. يا ربي دخيلك وين بده يكون؟ حياتي اهدي شوي، خلص رح نلاقي، لا تاكلي هم. كان معه كمان راكان، بس هذا الولد ما عندي رقم تليفونه. شو رأيك نروح لعنده على البيت ونسأله؟ مساك هي حزير، شو صار؟ أمك اتصلت بالكل، تركها تتصل. ما بتعرف رقم تليفون أهلي ما هيك؟ والله إذا عرفوا أهلي إنك نمت عندي شهر بيعملوا مشكلة كبيرة. إذا كل هالقد خايف أخي بحمل حالي وبروح، ما في أي مشكلة. مو هيك، بس بصراحة أنا كنت متضايق كتير على خالي نيرمين لأنه صوتها تعبان شوي. خلاص اتركنا منها، هي هيك دائما. بعدين كل الصيفية ما سألت، هلأ قدام جوزها الجديد عاملة حالة مهتمة. طيب أهلي بعد كم يوم راجعين، شو رح تعمل وقتها؟ دبر راسي. بلشنا هلأ ورجعنا مثل أول، كل حكينا عن كرام كرام كرام. شو عامل لك ريهام؟ بعدين أنت ما بتخافي على أخوك يا بنتي؟ وليش بدي خاف عليه؟
اصلا صار له شهرين عم يكذب وبيقول لك انه عن ستي. انتي متاكده من اللي عم تقولي بنتي؟ اخر مره شفته قال لي محيت امي من حياتي وما بقى يرجع البيت وراح يضل عند رفقاته. ليش شو كنتي متوقعه منه؟ كله من وراكي. مزبوط، كله مني انا، بس كل اللي عملته اني ضربت ابني. شو عملت انا يا ربي؟ شو عملت بحالي؟ حياتي، اي ام لما يغلط ابنها لازم تضربه وتربيه ماشي؟ لانه بالاخر هي مسؤوليتها. مزبوط، بعدين مانك اول ام بتعملها وهذا الشيء كتير عادي. بترجاكي لا تتضايقي. حسان حبيبي، كرم وقتها كان عم يعيش أيام مو سهلة وما قدرت كون جنبه وضليت وراه عم لاحقه وبيحكي معه خليته يهرب. يعني الموضوع ابني من لحمي ودمي، تركته لحاله وفوقه ضربته. معلش، بتصير هيك شغلات. يا ريتك حكيتيلي قبل، كنا فكرنا سوا ولقينا حل هالمشكلة. ما قدرت أحكي، خجلت كتير، حسيت إنه عيب أحكي قدام العالم إني ضربت ابني. يا عمري، نحن صرنا عائلة هلأ وانتي صار لازم تثقي فيني أكتر. ما بدي بعد اليوم يكون بيناتنا أسرار مخباية. ماشي، وعديني لأشوف. ماشي، وعد. بعد اليوم ما رح خبي شي عنك أبدا. هيك أحسن للكل. يلا قومي بسرعة بلا ما نضيع وقتنا. شو كان اسمه رفيقه لابنك؟ اسمه راكان. راكان، يلا خلينا نروح. ريهام حبيبتي، نحن طالعين، إذا سمعتي شي عن أخوكي خبريني. ماشي؟ هلأ لأنك ضربتي كرم كيف خربت الدنيا كلها؟ لما قتل جارنا هون قدام عيوني ليش ما حدا اهتم فيني؟ حسان حبيبي، خلينا نطلع من هون بسرعة لأنه أنا بلش يضيق نفسي وبالطريق بحكي لك كل شي. بوعدك. بياخذوا العقل. شوفي كيف كلهم عم يلمعوا، منظرهم غير شكل. منيح اني طلعت شاطرة بشغلي. طولي بالك، فهميني ليش هيك عم تقولي؟ اهم شي بحياتنا انه نعرف نربي ولادنا، مو هيك حسان؟ قلي. بس انا ما زبطت معي، ما عرفت ربي ولادي منيح. هذا الحكي ما بدي اسمعه منك. انت مالك ذنب بهالموضوع ابدا. لا، انا المسؤوله الوحيده. مهمتي كانت بهالحياه اني اكون ام منيحه ودلهم على الطريق الصح، بس انا فشلت وفوقها رحت تجوزت كانه ما عندي هم. اذا ما زعلوا مني، من مين بدهم يزعلوا؟ ما حدا بيعرف ينظف البواب بالعالم كله مثلي، وقد ما بلمع الطناجر بتحسن أنظف من اللي بالسوق. الوقت اللي عم بعطيه لتنظيف السجاد والأغراض لو عطيت منه شوي لأولادي بجوز كانوا طلعوا أحسن. لا تحكي هيك، ما لازم تلومي حالك. أنت أم كتير منيحة وبكرة بتشوفي كل شي حيتحسن، أنا بوعدك بهالشي. يا الله، طلعي كيف عم يلمعوا، كتير حلوين. نطفوا كتير ما هيك؟ نيرمين، لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.